خليفة. التوفيق، التوفيق مطلوب في عالم كرة القدم. تحول يلا خليفة. يلا يا خليفة السيطرة أمام مرياح، مرياح سيطر على كورته، ملعوب الجوادي، زهير، كرة تمر وتتحول لرمية دماس لمصلحة النادي الإفريقي. الفريق الإفريقي التونسي. والمتابعات والحديث والمدرب الحكومي ابن النادي قائد الافريقي في هذه البطوله قيس اليعقوبي ابن النادي الافريقي. كره ملعوبه لهيثم، لمسه لبشا، بشا ممكن، ممكن مرور، ممكن التمرير، الحلول من كره لهيثم مصطفى ممتازه، لما من جانب هيثم سيطره، سيطره بشا يلعب كره، يلا يلا كاريكا، يلا كاريكا، كاريكا يحاول كورة ملعوبة، كورة ملعوبة، تحول ومحاولات تنتهي الخطورة، تحول ليكس من دوما الكاميروني لاعب ارتكاز، كرة ملعوبة واصطدم التحول، الهلال باغت، الهلال باغت والهلال يشكل خطورة على مرمى الافريقي. نريد الفعالية الإيجابية، نريد أن نصل للشباك، نريد إحراز هدف، يلا صدوبة، صدوبة ولكن كورة مرت تحت. قول وكرر لهبة رياح وكفخ تلم هذه الفرص امام الافريقي. شوط ثالث بالقوه ترتفع فيه المسائل تكون اكثر تعقيدا، وبالتالي لابد ان تلعب كل الاوراق الكل في الكل من الشوط الاول من الدقيقه الاولى. تمريره كاريكا، العوده امام اريكس الكاميروني، كيف محترفين اريكس من كاميرون وايزي كال من شاد. كره ملعوبه دوالي، انطلاق للدوالي اخطر عنصر برايي البسيط المطالع في التشكيله التونسيه بجانب ايدي كان. سال كرة امامية خليفة، خليفة كرة مرت وتحولت لرمية تمس. متابعة موجودة السيد الوزير، الضيوف، المتابعين، المراقبين، اهتمام كبير بهذه المباراة. كرة الامام ورأسية مقطوعة، هيثم مصطفى يا سلام، ما كملت، ما كملت امام مندومة لاعب قوي، لاعب الكاميروني، تحول الان تونسية مقطوعة، حاول انطلاق الامام، انطلاق الامام وسام يحيى لكن مقطوعه من جانب بشا. كاريكا انتباه والدخول بكل قوه من مهدي مرياح، يدخل بكل قوه المدافع الايسر في تشكيله الفريق الافريقي. تحول بالكوره للسيف مساوي، يلا سيف، يلا سيف، يلعب كره الامام ولكن مقطوعه تونسيه، مقطوعه تونسيه، تتحول من زهير الزوادي الى ايزي كال ولكن سامي ممتاز حتى الان قاطع الماء والكهرباء على ايزي كال. تمرير بيشا، الكرة مرت، مرت من بيشا، تحولت رمية تماس، تحولت رمية تماس واليعقوب لا يهدأ والوقت يمر والتعادل، التعادل أبيض في هذه المباراة حتى الآن. رمية تماس إذي كلب الرأس، خليفة يحول كرة لعبد لطيف سعيد بوي للسيف مساوي. تحضير يبدا من الخلف، التحضير الهلالي، هيثم مصطفى العوده 34 دقيقه طبعا والشوط الاول. سادومبا حتى الان الفعاليه المطلوبه، تمرير، توصيل كرات جيده لسادومبا لكاريكا، استفاده من السرعه، من المهاره، من المراوغه، لابد من كل هذه العوامل في هذه المباراه. تلعب مباراتك الكل في الكل وانتظر قادم اللقاءات ببال مرتاح. اليكس مندوبا كاميروني هذا يشكل ثقب كبير في وسط الملعب، لاعب ارتكاز على اعلى مستوى. كرة تحولت على اليمين ليوسف مهيبي، يرجع لمهدي الصايسي، ضغط هلالي، تتحول لمصلحة الافريقي، التحول على الجهة اليمنى، استلام من جانب مهيبي وارسال كرة امامية افريقي، نقلات الافريقي للفريق الذي يلقب بفريق الشعب في تونس. تبادلات، نقلات، جهة اليسرى بوي، انتباه مطلوب، كرة ملعوبة ومقطوعة، سيطرة دفاعية هلالية يعكس الهجوم، انطلاق أسرع، أسامة التعاون، أسامة، أسامة، أسامة يمرر الكرة لهيثم، هيثم مصطفى، تحول بالكرة لكاريكا. سرعة مطلوبة في نقل الهجمة، سرعة مطلوبة في الضغط على الدفاع التونسي، على تضييق المساحة التصرف بالنسبة للاعب
ذلك ياتي بالسرعه، التمهل يعيد الترتيب ويعيد الاوراق. الكره مع عبد اللطيف سعيد، بوي عاليه، صراع راسي مبعد، الكره ترجع هلاليه، خليفه باتجاه سادومبا، ولكن الكره مقطوعه في الطريق، مقطوعه في الطريق، والكره من جديد عادت. يلا سادومبا، يلا سادومبا، يلا سادومبا، واحدة واثنين ممكن، يلا سادومبا، 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 أين الكورة؟ أين الحظ؟ أين عامل التوفيق؟ لا توفيق ولا حظ ولا هدف في هذه اللقطة. كورة في منتهى الخطورة من القصير المكير ادوار سادومبا، شوف أخذ اثنين، أخذ اثنين، أخذ اثنين، والكورة وين؟ الكورة وين؟ على القائم الأيمن، ضاعت، ضاعت. هذا هو سادومبا، والجماهير تهتف سادومبا، سادومبا. استفادة من مهارة سادومبا، من سرعة سادومبا، من مهارة كاريكا، من سرعة كاريكا، استعمال كل الأسلحة يا بيش، كل الأسلحة في هذه المباراة. تحول لفريق الهلال، السيف مساوي، الهلال ضغط، الهلال ضاعت له فرص. احيانا اقول بكل امانه تمتلك في بعض اللقطات امطار الشطاره ويغيب عنك درهم الحظ. هذا ما حصل، هذا ما حصل في كره سادومبا. نعم الوقت يمر ويمضي والاحداث اثقل طبعا على الجماهير الهلاليه وعلى لاعبينا، اكثر راحة على الفريق الافريقي على اعتبار جولة رادس. يا عبد اللطيف، كرة الامام، كاريكا مع الكرة، كاريكا صراع، تحول الكرة في وسط الملعب، ريديكال مقطوعة جانب عمر بخيت، ممتاز تحول لهيثم مصطفى، لمسة سريعة لبيشة، بيشة مطارد، ترجع لخليفة، نقلات، نقلات، تمرير كرة من سادومبا، سادومبا قتال، الكرة تتحول لضربة مرمى لمصلحة فريق الافريقي. شوف كانت المتابعة والمزاحمة للاعب سادومبا، بضعت له اخطر كرة في هذا اللقاء. 1-0 في الشوط الاول، تفرق صدقوني، تفرق كثير، 1-0 في الشوط الاول، وبالتالي ضاعت الكرة، ملعوبة بجانب عادل نفس حارس مرمى الافريقي، كرة عالية بالرأس تتحول صافرة لمصلحة الفريق الهلالي. هيثم مصطفى، هيثم حاول لعب الكرة بسرعة، يبحث عن زميل، يترك الكرة للخلف، كرة هلالية، سامي على تنفيذ، سال الكرة الأمامية وكرة للأمام، طوعة ترجع اليكس مومندوم، والخطا ولمسه اليد لمصلحه فريق الهلال. تحدث مع حكم المباراه والمخالفه الهلاليه، تلعب داخل منطقه الجزاء، كره ممكن راسيه، هيثم تفكير بالتسديد مباشره، لم تكن بمره، يسدد الكره مباشره، هيثم مصطفى، كره مره، كره مرت وتحولت لضربة مرمى لمصلحة الفريق التونسي. هذه الإعادة، هذه التسديدة من جانب هيثم، صافرات على اعتبار أنه حق حارس المرمى، طبعا يعطل تكتيكيا في اللقاء، يطالب حكم المباراة في الإسراع بالتنفيذ. عادل نفسي حارس المرمى لفريق الإفريقي، كرة تمر من خليفة، تمر أيضا من عمر بخيت، ولكن كرة سريعة تحولت لرمية تماس لمصلحة فريق الهلال. ملعوبة تماس لسامي عبد الله، سامر كرة لمعز محجوب، سيف هلال يبدأ التحرك من الخلف، اتباع كرة مقطوعة من جانب بوي، والمرور من جانب دواج، ينطلق على الجهة اليمنى، يلعب كرة أقرب، خطيرة، كرة يا لطيف، يا لطيف، يا الله، مرت كرة خطيرة من شادي ديكال، والمعز يتألم، سلامات، سلامات للمعز محجوب،
والهفوة غير مرغوب فيها. هنا التمريرة خطأ كان في أساس من عبد اللطيف بوي وانطلاقة. نريد أن نشاهد اللقطة الأخيرة، لقطة اللاعب مع الحارس مع المعز محجوب. الكرة كانت في منتهى الخطورة لفريق تونس. فريقي هذا ما يبحث عنه، عن كرة يلعب فيها هذا اللاعب دوادي لإيزي كان المتقدم. شوف مرة من المعز وأخذ الكرة في القدم اليمنى، وربما احتكاك وربما بعض احتكاكات ما بين المعز محجوب ولاعب إيزي كان. عموما فرصة خطيرة مرت الإفريقي وشكلت بالتأكيد خطر دائم على الدفاع الهلالي انتباه من هذه الثغرات. فريق الإفريقي من خلال مشواره يشكل قوة هجومية كبيرة، أكثر من لاعب يسجل حتى من الوسط خلال الرصد. من خلال المتابعات يوسف هيبي يسجل هدفين، وسام الدحية بهدفين، لا العيفة اللي غايب عن هذا اللقاء سجل هدفين، خالد المليتي وحمزة المسعودي وكريم عواد وإيزي كان كلهم سجلوا في المشوار الإفريقي، وبالتالي يعتمد على أكثر من لاعب خاصة تشادي إيزي كان في المقدمة في هذه المباراة. بشا يلعب كرة لهيثم مصطفى، هيثم تحول بالكرة على الجهة اليمنى، خليفة سيطر الحق بالكرة من جانب خليفة أحمد، يلعب الكرة لهيثم مصطفى في وسط الملعب، تمرير لعمر بخيل، بحث عن التبادل، خليفة أين الكرة؟ أين الكرة؟ مرة من الحارس ولكن المدافع كان متابع، المدافع عبد القادر غشاش رقم 5 كان في المتابعة. شوف عمر بخيل، ممتاز اللقطة لعمر بخيل، خليفة التحرك المشاركة مع حارس المرمى، ولكن يا بالتركيز، يلا أكثر من كرة وأكثر من دربكة وأكثر من قدم، كرة في منتهى الخطورة، تسديدة مرت لا 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 لا، أكثر من محاولة، أكثر من هجمة هلالية في منتهى الخطورة. غياب التوفيق، الحظ غير موجود مع فريق الهلال في اللقطات التي مرت. أحيانا البعض يتحدث عن غياب التوفيق، لا أريد أن أقول، مباريات كثيرة فرقنا تخسر في اللحظة الأخيرة، في اللفة الأخيرة، بعد أن يغيب التوفيق يغيب الحظ، عوامل كثيرة مرت لهذا اللاعب، مرت لكاريكا، مرت من بشا، مرت من خليفة، والمرمى الإفريقي خان، نتيجة تعادل حتى الآن، وكان يمكن على أقل تقدير أن تكون 2-0، لو كنا هذا واقعيين مع الفرص اللي مرت، لكن مرت وفريق الإفريقي محظوظ جدا في كرات مرت أمام المرمى. وبالتالي مباراة الإياب نقول ستكون في منتهى الصعوبة، هذه واحدة مرت وسدت سادومبا، ولكن على القائم الأيمن لترجع دون متعة. كرة ملعوبة الأمام من حارس المرمى عادل نفسي بالرأس، ليكس بودوما حاول التمرير، تحتاج هذه الجماهير للتشجيع، تحتاج لثورة، ثورة تشجيعية. أحيانا الملل، أحيانا اليأس، أحيانا الجماهير تصمت في فترات. هلال يلعب، هلال أضاع كل فرص واضحة في هذا الشوط الأول، هو الأفضل تماما من الإفريقي بواقعية المباراة، بواقعية الفرص التي ضاعت أمام المرمى، وأفضلية كانت واضحة هنا في الملعب لم تؤكد في التسجيل. التسجيل هو المهم. هذه رياح يلعب كرة الأمام، تحول لعبد اللطيف، تتحول يوسف الويبي وعدد من اللاعبين، التحرك على الجهة اليمنى الآن، ماهدي رصايصي. شوف الإفريقي في لحظات يهدي، في لحظات هذا الفريق اللي رجع، فريق الإفريقي ببناء هذا الفريق بالأسماء
بعد أن غاب الإفريقي عن المراحل المتقدمة في دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي رجع بمكونات فريق